الله هو العليم الحكيم. أبيض الحلم بسمة بتقول: حلم المطلقة أنجبت 4 توائم بنات. حلم مطلقة أنجبت 4 توائم بنات، هو الإنجاب بشكل عام، إحساس الإنسان إنه المرأة إنها أنجبت في الحلم دلالة على تخلص من هم أو تعب. التوأم ربما يكون إنه هي واحد من أهلها يتخلصون بنفس الوقت، ولكن هي تكون بالبداية، وربما يكون إن مشاكل كانت مع أشخاص آخرين. يعني مش مشكلة لها خاصة فيها من الحالة الصحية أو شيء، يعني المشكلة تكون نتجت عن مثل ما أنت قلت مطلقة، تكون مشكلتها هي وزوجها، فهي المشكلة هي الطلاق عندها وعند الزوج، فإنجابها ربما سبحانه وتعالى يعيد المياه لمجاريها، ربما الشخص هذا يعود يحاول يصلح مع زوجته، ولكن بشكل عام أيوه اس الايف يا دنيا، دنيا تقول اس الايف، يس اس الايف شو، أوكي؟ فمثل ما قلنا فربما ربنا سبحانه وتعالى يفرج همك وهم آخرين بنفس الوقت ونفس الثانية، والله أعلم، ويفتح عليك أبواب الرزق. هذا والله العلم.